إسبانيا عرفت معهد الرجال في المغرب إبان فترة الحماية الإسبانية وأدركت حينها معنى الثبات على المبادئ وأن ليس كل شيء يباح ويشترى. ومع ذلك الإسبان لم يستفيدوا من دروس الماضي وكأنهم اشتاقوا لزمن المرابطين وعصر عبد الكريم الخطابي. عبد الصمد لم يقبل المساومات ولا حتى المزايدات أو المناورات، ظل ثابتا على المبادئ في زمن الإغراءات والتقلبات، حتى ظن البعض والإسبان بأنفسهم أن ما قام به عبد الصمد شيء أقرب للمستحيل أو أنه لم يصل إلى سن الإدراك بعد. هناك ستلعب مع منتخب عالمي الزلزولي، ستصبح موضوعا للإعلام الإسباني والعالمي في كل هدف وكل مراوغة وكل همسة ولمسة. هنا ستكون محصنا يا الزلزولي، وقد تكسب الرسمية مع أفضل نادي في التاريخ. انظر يا عبد الصمد ماذا فعل بزياش، هل أنت في كامل قواك؟ يا له من قرار يا الزلزولي، لكن لا حرج عليهم، الزلزولي مغربي حتى لو خرج لنا هؤلاء بحقدهم، فهم لا يعرفون تداريس الأطلس الكبير وكيف هو معدن الرجال هناك وببني ملال. أن تقاوم المال وتقاوم الضغوطات وتقاوم الإغراءات وتقاوم كل شيء وأنت تبدو قاصرا في منظور بعض القوانين، لابد أن تملك إرادة حقيقية. كل هذا حاربه الزلزولي من أجل المغرب، ولم يبقى شيء يفعله الأوفياء ولم يفعله عبد الصمد. كرة مرة خلاص الميدان، عبد الصمد يطلب كرة، يمشي يا صدر أطلسي المغربي 19 سنة عبد الصمد. الزلزولي مهاري وسريع، فإياك أن تحاول الضغط عليه، ستصبح في خبر كان. إن المرتدة التي يقوم بها ليست كباقي المرتدات، رغم أن برشلونة يلعب الكرة المضمونة، ومع ذلك تلمس ذلك. عبد الصمد على رقعة الميدان لا يكتفي بالقيام بدوره، بل يقوم بأكثر من ذلك، تشعر به وكأنه أسد كان محبوسا في قفص، وعندما تم الإفراج عنه خرج وكأنه متعطش لشيء ما. هذا الفتى تشعر به يلعب على الشعار أو من النوعية التي تقدر ما دخلت إليه، كيف ولا وعينة دمه مغربية. هكذا اتضح الأمر في شخصية الزلزول الرائع. الشق الأيمن للكامب نو والذي تم هدمه قبل سنوات الآن أعطي الضوء الأخضر لبنائه من جديد من خلال إعطاء زرقاء اليمامة تشافي هرنالديز الفرصة لشبل في نعومة أظافره. رواق مات وأكل عليه الظهر، وأقيمت له مراسيم الدفن في أكثر من مرة. بدأ يسترجع أنفاسه من جديد، أو على الأقل ظهرت بوادر الجودة، حتى لو أن اسمه ليس رنان إلا أنه أفضل مما جاء بصفقات باهظة. كتف الإنارة في الجهة اليمنى للكامب نو حتى يدرك البعض أن ذاك الرواق غير معطل وفعاليته شغالة على أحسن ما يرى. عبد الصمد أردت أن أنفخك فلم أجد الريح لذلك. أداؤك مع برشلونة هذا الموسم ومستواك في الدوري الإسباني ونظرا لصغر سنك، هذه العوامل وحدها كفيلة بنفخك. ما فعلته في نصف موسم مع برشلونة شيء لا يصدق. بربكم هل هذا بسن 19 سنة؟ سنه في منظور بعض القوانين المقارنة قاصرا. وما أثار استغرابي في موضوع عبد الصمد هو أن المدرب تشافي لم يضغط على الزلزولي حينما قال أن مستوى اللاعب هو من يحكم على حمله لقميص برشلونة. عموما الزلزولي أعطى درسا للآخرين أن الوصول ليس حكرا على جنسيات أوروبية كما يتخيل البعض، بل بالاجتهاد والمقاتلة تصل للهدف، وأن لكل مجتهد نصيب. ويبقى السؤال، لماذا المغرب البلد الوحيد عربيا الذي جاور لاعبوه أعتد الأندية كبرشلونة ومدريد، غير أن أداء منتخبه يطرح أكثر من علامة استفهام؟